السلام عليكم، معكم أختكم سوسن إصغار، فنانة ممثلة خريجة المعهد. اللي وقع لي أنه في 2014 2015 ويمكن، مهم، 3 سنين ونص دابا كنت في المستشفى، حيت كنت خدمت فيه واحد المدة ديال 6 سنين، ودرني راسي. المهم داروا لي سكانير، لقاو عندي ايموغاجي انترن، عيطوا للنورو شيرورجيان. من بعد ما مشد من الراس ابخي 60 جور 60 يوم، قال لي خاصك ديري العملية. قال لي العملية بسيطة، غير قد العدسة وشي 3 سوايع. العملية ما كانت قد العدسة، لأن تفتح الراس من هنا تل هنا تل هنا تل هنا تل هنا، ودامت العملية 12 ساعة في البلوك. كنت في الإنعاش، دوزت 2 يومين في الإنعاش، سبت جمعة سبت الحد، عاد كنت في الشومبر عادية. والحمد لله على كل حال، من بعد خرج لي بزاف ديال الأدوية اللي هما ما بقيتش قادرة نشربهم، وفي نفس الوقت إلا ما شربتش الدواء كيضرني الراس بزاف. ملي كنشرب الدواء راني ما كنقدرش نتحرك، ما كان كيمشي ليا ليكيليبغ مع الراس، كيمشي ليا ليكيليبغ. كيف ما راه فتيح الراس وليت كنتفادى الشمس، نتفادى البرد، نتفادى، وما كنقدرش نخرج بوحدي. كنت كنخرج بوحدي، زوني الناس في الزنقة. هذا علاش وليت كندير البيكي، كنخرج بالبيكي سواء مره واحد، مره كنخرج بجوج الا ما كنتش غنهز شي حاجه معايا. ودابا تمحنت، وبسبب العملية جلست من الخدمة، درت لانفاليديتي، وعندي شهادة فيها مدة العجز ديال 80% ديال العجز. شنقول لكم، مشى ليا كل شيء، مشات ليا خدمتي، مشى ليا كل شيء. وليت جالسة بلا خدمة، كارية كيف ما كتشوفوا، راني كارية برتما حتى المستشفى. ما بقيتش لقيت باش نخلص لا الكرة ولا الدواء، وانا بقيت هكذا. عاونوني نقابة الفنانين، نقابة المسرح عاونوني، الله يجزيهم بخير، كي عاونوني كيشريوا لي الدواء. الحمد لله بعد الفنانين قلال جاوا عندي، كنشكرهم بزاف، وكنشكر القناة ديالكم، كنشكر الناس اللي كاع ساندوني معنويا. اتصلوا بيا الناس بزاف من المغرب ومن الجالية المغربية، بزاف اتصلوا بيا كيدعيو معايا وكيعطوني دعم معنوي، كنشكرهم بزاف بزاف. واللي ساعدني الله يجازيه، وكنتمنى من هذا المنبر الناس يساعدوني. بغيت نتشافى، ما كرهش ندخل المستشفى العسكري ونتشافى، بغيت غير العلاج، وبغيت اللي يساعدني. انا ما لقياش اللي غنخلي غادي يخلص عليا لا الكرا لا الدواء لا حتى شي حاجه. كيف ما قلت لكم، الدواء راه كيتقاتلوا معايا نقابة الفنانين، وكنشكركم بزاف بزاف. كنحمل المسؤولية للطبيب اللي دار لي العملية، واللي ما كيستقبلنيش، واللي هاني وملي مشيت عندو جرني من هنا، وبغى يخرجني، بغى يجيب لي البوليس حيت هدرت على حقي. وانا كنت تمنيت كون جاب لي البوليس، كنت تمنيت، لكن انا سبقتو وجبت له الصحافه داك الساعه عند الباب. والان
كنقول ليه حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ فيه الحق. راه عنده مرتو، عنده خواتاتو، تحد ما يبغي هاد الكرفيس اللي انا فيه. بعد مرات كنقطع الشانطي حتى كيمشي ليا يشوف، ما كنبقاش نشوف، كندير غير العكاز هكا باش الناس الطوموبيلات يوقفوا. تكرفست يعني، ما كنتش هكا قبل، ما كنتش كنمرض، ما كنتش كنشرب حتى دوليبران، عمري ما مرضت. كفنانة وكإنسانة قبل كل شيء كإنسانة، كنوجه النداء ديالي لصاحب الجلالة، الله ينصره والله يخليه لنا والله يشافيه والله يعطيه صحيحته، يشوف من حالي ويعتقني، راه ما عندنا حد من غيره، ويسمح لي بزاف، لأنه شحال من واحد كيساعد، شحال قدو يساعد. ديما كنت كنقولها، كنقول مسكين شحال قدو يساعد، ولكن في الاول والاخر كنلجؤوا ليه، لانه ربنا هو كل شيء بالنسبه لنا.